مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ودايما منورينا ومشرفينا في قناه الاهلي وملعب الاهلي. طبعا اكيد حضراتكم تابعتوا مباراه الزمالك والجونه، مباراه كانت تهمنا احنا كاهلاويه ان احنا عايزين نعرف نتيجتها عشان نطمن. يعني بصرف النظر عندنا ماتشين مؤجلين او هنلعب ماتشين بعد كده، لكن بنطمن على دايما نتائجنا وعارفين وحاطين رجل على رجل الحمد لله من اول ما بدانا الدوري واحنا عارفين مكاننا والدوري عارف كمان مكانه. لكن انا بتكلم على بعض المشككين، مش عايز اقول فتايين بقى، احنا يعني بنحافظ على الفاظنا، لكن اللي كانوا بيقولوا الاهلي الحقوا الاهلي بينزل الحق الاهلي بيطلع والحقوا الحقوا الحقوا، الحمد لله الاهلي دايما عارف مكانه والدوري كمان العام عارف مكانه، بيكون في الجزيره في ارض البطولات في الجزيره. المباراه انتهت